على فكره كان برونولد الطبعات القديمه الفالفل هارت ديزيز كان بادئ بالمايتروستينوزس، بقى له حوالي 3 4 طبعات بيبدا بادئ بالاورتيك ستينوزس، واحنا في الديلي براكتس دلوقتي يمكن هو الموست كومن مع تراجع الروماتيك فيفر والمايتروستينوزس والحالات فعلا قلت جدا، اللي اصبح في الوجه حاليا واللي بنشوفه كتير ومحتاج اندرستاندينج ديسيجن ميكينج الاورتيك ستينوز. فده كومن توبك دكتور ايمن، فانت ان شاء الله تدينا كده ايه الرساله سريعا. شكرا. السلام عليكم. ان شاء الله مش هطول لان عارف من الساعه 3. هتكلم عن الاورتيك ستينوزس ان شورت. في الاساس هنا هتكلم عن الفالف اناتومي، الايتيولوجي بتاع الاورتيك ستينوزس والسيفيريتي بتاعه الاورتيك ستينوز. مهم قوي ان انت لما تشوف الاورتيك روت ستراكشر تبقى عارف ان ده الفايبرس انيولس، دي الليفلتس. الليفلتس لما بتفتح بتوصل للساينس اوف فالزالفا، بعد كده يبقى في ساينو تيوبلر جانكشن. ده الفيديو بيوضح ان الكلوتشر بتاع الليفلتس دايما بيبقى سنترال وبيبقى فتحه بارلل للاورتيك روت، سواء الانتير او البوستير اورتيك روت، وواصله للساينس اوف فالزالفا. الكلوتشر بتاعها بيبقى في الميدل لاين، يعني لو تيجي هنا ده الكلوتشر بيبقى ميد لاين كلوتش، ده النورمال اورتيك فالف. في الشورت اكسس بيبقى له شكل مختلف، واقدر افرق ان الشورت اكسس اذا كان الاورتيك فالف ده ترايكاسبيد ولا بايكاسبيد. ده في الشورت اكسس، في الدايستول وفي السيستول. لما اجي كده الاقي ان دي النان كوروناري كاسب، هي اللي ناحيه الانتر اتريال سيبتم هي النان كوروناري كاسب، وبعد كده وده فاتح في السيستول، وبعد كده عندي هنا الرايت كوروناري كاسب هي الموست انتيرور، والليفت كوروناري كاسب اللي بتطلع منها الليفت مين موجوده، وادي الفتحه بتاعت النورمال اليبتيكال شيب بتاعت فتحه، يعني زي سيمي تريانجل كده بتاعت النورمال اورتيك فالف. ده النورمال اورتيك فالف في الشورت اكسس فيو. نيجي للنقطه الثانيه في التوبكس اللي هي ايه هي اسباب الاورتيك ستينوز. هما ثلاثه مين توبكس، الاولاني اللي هو الديجنراتيف او بيسموه الكالسيفيك اورتيك ستينوزس، والثاني اللي هو البايكاسبيد. البايكاسبيد ممكن يجي باورتيك ستينوز في الاطفال، لكن ممكن يجي تحت سن ال70 بيبقى في بريماتيور كالسيفيك بايكاسبيد اورتيك فالف، او ممكن يكون روماتيك. الكالسيفيك اورتيك ستينوزس بيبقى فيه كالسيفيكيشن موجوده هنا على الاورتيك سايد بتاع القصب، لكن الكوميشرز ما فيش فيه كوميشرال فيوجن، يبقى الكالسيفيك ما فيش فيه كوميشرال فيوجن وفي كالسيفيكيشن هنا موجوده، وبيديني شيب بتاعت الاورفيس عامله ستيليت شيبد اورفيس. ده مثال مهم قوي ان في الكالسيفيكيشن في الاورتيك ستينوز بيبقى فيه بروجريسيف ريدكشن في الليفلت موشن. يعني هتشوف في الكالسيفيك هتلاقي فيه كالسيفيكيشن، وفي كل شويه هتلاقي الليفلت موشن بيقل الليفلت موشن، ويمكن الحاجه اللي تبقى اتراكت يو فور اتنشن ان الموشن بتقل. دي في باراسترنال لونج اكسس واضح ان فيه مفيش موبيليتي خالص للفالف وكالسيفيك، هنا مفيش موبيليتي خالص للفالف وكالسيفيك. لو تلاحظ ان انا في المنظر ده لا انا عارف ان ده لا ده ترايكاسبيد ولا ده بايكاسبيد من الاكستنسيف كالسيفيكيشن اللي موجود. نفس الشيء في الابيكال فور تشامبرز. ايه حكايه البايكاسبيد اورتيك فالف؟ البايكاسبيد اورتيك فالف هو اكتر كومن كونجينيتال انومالي، بيبقى نتيجه فيوجن للتو كاسبس، يا اما اكترهم فيوجن هما الليفت كوروناري كاسب والرايت كوروناري كاسب، فبيديك الكوميشر بتبقى دايركت، يا اما هوريزونتال يقلب لك الليفلتس، يا اما تبقى كده يبقى انتيرور وبوستيرور ليفلتس، او يبقى عامل بالشكل ده يقلبها لك اليمين وشمال. لو هي انتيرور وبوستيرور الكوروناري دايما كلها بتبقى طالعه من الانتيرور، لو ليفت ورايت يبقى الليفت كوروناري طالع من الليفت والرايت كوروناري طالع من الرايت. مشكله البايكاسبيد اورتيك فالف ان بيحصل عليه كالسيفيكيشن اكسلريتد، عشان كده يبدا المريض يجي له بريماتيور اورتيك ستينوز. النقطة الثانية البايكاسبيد اورتيك فالف بيبقى فيهم بروكسيمال اورتوباسي، يبقى فيه دايلاتيشن اوف ذا اسندنج اورتا، ممكن يجي له اورتيك انيوريزم، ممكن يجي له اورتيك ديسكشن. عشان كده النقطة الثالثة الاسوشيتد ابنورماليتي، الكو اركيتيشن 6% من العينين اللي عندهم بايكاسبيد اورتيك فالف ممكن يكون معاهم اورتيك كو اركيتيشن، لكن لو لقيت
لو انت عيان عندك شخصته بكو اركيتيشن 50% من العيانين اللي عندهم كو اركيتيشن هتلاقي عندهم بايكاسبيد اورتيك فالف. النقطه الثانيه هي وجود الانتراكرانيال انيوريزم. ده مثال البايكاسبيد اورتيك فالف بيتميز بحاجتين. اول حاجه في الباراسترنال ان في دومينج، والنقطه الثانيه للبايكاسبيد فالف في اكسنتريك كروتشر. يبقى دومينج نتيجه للريستريكتد موبيليتي، يبقى دي دومينج. فبتلاقي بدل ما هو واصل للساينس اوف فالسافا لا هو مش واصل، ده بيبقى فيه سيستوليك دومينج. يبقى انت في البايكاسبيد اورتيك فالف في سيستوليك دومينج موجود. النقطه الثانيه لما يجي اللاين اوف كروتشر بدل ما هيبقى سنترال لا هيبقى اكسنتريك لاين اوف كروتشر. يعني شوف الكروتشر بدل لاين اوف كروتشر بدل ما هيبقى في النص هيطلع لفوق شويه كده. يبقى ده البايكاسبيد اورتيك فالف. ده مثال. النقطه الثانيه طب انا هعرف بايكاسبيد ولا ترايكاسبيد؟ ما بصش على الفالف في الدايستول، لازم ابص على الفالف في السيستول. لو بصيت عليه في الدايستول بيكون في حاجه اسمها رافي. الرافي دي مش هتخليني اقدر اميز ده ترايكاسبيد ولا بايكاسبيد، لازم اشوفه وهو فاتح في السيستول، ساعتها اقدر اقول واحلف ان ده بايكاسبيد اورتيك فالف. يعني لو تبص ده ممكن يكون بايكاسبيد بس دي رافي. وادي الرافي بعد ما فتح شوف اختفت. يبقى النقطة الثانية هي الاكسنتريك كلوتشر، ما لقطتهاش في ال2D هتقم مود على الفالف. ادي الفالف هو فاتح وادي الفالف في الكلوتشر وادي الاكسنتريك كلوتشر. ده مثال على البايكاسبيد فالف وهو فاتح بتقدر تحكم. هو كذا نوع مش نوع واحد، ده تايب 1 وتايب 2 زي تايب 0 اللي هو على حسب شكل الرافي عامله كده ولا عامله كده ولا وفي رافي ولا مفيش رافي. تايب 0 ده اللي مفيش فيه رافي وبعد كده فيه رافي او فيه رافي او اتنين. شوف هنا دي سهله ان انت تلقط ان ده بايكاسبيد فالف، لكن هنا عشان وجود الرافي ده ما تقدرش تلقط. الروماتيك زي اي روماتيك اهم حاجه تميز الروماتيك الكوميشرال فيوجن. النقطه الثانيه في معاه مايترال الديجنراتيف، لا في معاه انيولار كالسيفيكيشن اوف ذا بوستيرو مايترال ليفلز، لكن الروماتيك في معاه مايترال فالف ديزيز. يبقى في كوميشرال فيوجن، في سيكننج، الكالسيفيكيشن مش كتيره قوي في الروماتيك. وعشان كده من حته السيكننج والكوميشرال فيوجن بدل ما بدات الفالف اريا بدا ما يبقى اليبسويد بقى عامل تريانجولار، والكالسيفيكيشن مش كتير وفي سيكننج وفي كوميشرال فيوجن. ده مثال على الروماتيك في ليميتد موبيليتي، في كالسيفيكيشن، في سيكننج. يبقى اهم حاجه في التفريق الثلاث اسباب الكالسيف اول حاجه الدومينج في الاثنين في البايكاسبيد وفي الروماتيك، لكن ما فيش دومينج في الكالسيفيك. النقطه الثانيه الاكسنتريك كلوتشر، اكسنتريك كلوتشر موجود بس في البايكاسبيد، انما في الكالسيفيك او في الروماتيك الاثنين سنترال. طب في حاجه اسوشيتد؟ الديجنراتيف في اسوشيتد كالسيفيكيشن في الانيولوس، الروماتيك في اسوشيتد ميترال فالف ديزيز، البايكاسبيد ممكن الاقي فيه كواركتيشن، ممكن الاقي فيه اسندنج اورتا دايلاتيشن، يعني الاقي فيه اورتوباسي. النقطه اللي هنا ان انا ابقى عارف هل هو الاستينوزيس ده على ليفل بتاع الفالف ولا قبله ولا بعده، ما ممكن يكون اوبستراكشن في حته ثانيه ابر اذر اوبستراكشن تو فلو. فممكن يكون عند الاوبستراكشن ده دايناميك سب فالفولر، ممكن يكون فيكسد سب فالفولر، ممكن يكون سوبرا فالفولر. الدايناميك سب فالفولر ده اشهره اللي هو عيان الهوكم. في العيان بتاع الهوكم هتلاقي بدل الصوره بتاعه الاورتيك ستينوزيس بتاع الكونتينوس ويف دوبلر شكلها كده، لا ده داجر شيب ليد بيكينج بالاضافه لبقيه البيكتشرز بتاعه الهوكم. في العيان بتاع السب فالفولر اورتيك ستينوزيس ده سب اورتيك ميمبرين، وتلاحظ ان الفالف نفسه بيفتح كويس هيلسي. تيجي تحط كلر هتلاقي التيربلنس مش على الليفل بتاع الفالف، الليفل قبله تحت على في الليفت فنتريكولا اوت فلو تراكت. لو تيجي هنا للسوبرا فالفولر هتلاقي برضو وانت بتبص الفالف بيفتح كويس قوي وفي ديفيوز ناروينج موجود في الاسندنج اورت. لو حطيت كلر هلاقي التربلنس هنا مش هلاقي الليفل التربلنس على الليفل بتاع الفالف. يبقى ممكن اهم حاجه في الليفل اذا كان الاوبستراكشن عندي قبل الفالف او بعد الفالف ان انا هلاقي الفالف سليم هيلسي. السب فالفولر ممكن من الممبرين ده
لما شويه بيقرب من الفالف ممكن يبقى في اورتيك ريجيرش بس مش هيبقى في اورتيك ستينوز. اللاست بوينت في التوبكس هي الاورتيك ستينوز السيفيرتي. ازاي اسس السيفيرتي؟ انا عندي اكتر من حاجه للاسسمنت بتاعت السيفيرتي، لكن عندي ثلاثه اساسيين احكم بيهم ولازم احطهم في الريبورت بتاعي. ايه هي البيك فيلوسيتي، المين جراديانت، الفالف اريا بالكونتينيوتي ايكويشن. بعد كده عايز تحط الفيلوسيتي ريشيو او دايمنشن ليس اي اندكس او البلانيمتري مفيش مشكله، لكن اهم ثلاث حاجات ما تنساهمش: البيك فيلوسيتي اكروس ذا اورتيك فالف، المين جراديانت، الفالف اريا. البيك فيلوسيتي اكروس ذا اورتيك فالف هجيبها ازاي؟ وانا في الابيكال 5 تشامبر فيو بالكونتينوس ويف دوبلر واحاول اظبط اللاين بتاعي بحيث ان انا اجيب اعلى فيلوستي، احاول ان انا اعمل الاينمنت للدوبلر سيجنالز اكروس الاورتيك فال، وما استخدمش انجل كوركشن. في حاجه اسمها انجل كوركشن في الجهاز، لا، عشان تجيب احسن زاويه، لا، انت شايف وتقدر تشوف وتقدر تجيب البيك فيلوستي. وبرده ما تقدرش استخدام الكالر عشان تشوف اخطر حته فيها تيربلنس تحط عليها كونتينوس، برده مش هيفيد قوي. فانت محتاج تجيب الهايست فيلوستي، خليك ورا المريض لغايه ما تجيب اعلى فيلوستي. طول ما انت شايف الفالف ما بيفتحش كويس وانت جايب جريدينت قليله، لا، خليك وراها هتجيب اعلى. فما جبتهاش من الابيكال 5، هات رايت باراسترنال او هات السوبراسترنال فيو. يبقى بارل تو اجكشن جيت والبروب بوزيشننج. في طبعا سبيسيفيك بروب مش موجود في بلادنا اللي هو البيد اوف بروب، ده بيستخدم برده في النقطه دي. ده الجيت بتاعت البيك فيلوستي، وبحدد البيك وبيربحها بالبرنولي ايكويشن واحسبها. لو العيان ريجولار ريزم بحتاج 3، لو العيان اي اف باخد 5 عشان اجيب الفيلوستي. النقطه الثانيه شكل الفيلوستي، شوف السيفير راوندد والبيك بتاعها في الميد، شوف المايلد شبه تريانجولر وبيك ايرلي. يبقى ده شكل، حتى شكل البيك يقول لي ده مايلد ستينوزس، ده سيفير ستينوز. اللي جوه ده اللي هو الابيض ده الفلو بتاع الليفت فنتريكولر او الفلو تراكت. يبقى الاورتيك ستينوز سيفيرتي بالبيك، ما انساش ان لو السرعه اكتر من 4 متر بير سكند يبقى ده سيفير ستينوزس، اكتر من 5 يبقى في تيرم اسمه كريتيكال ستينوز، يبقى اكتر من 4 سيفير، اكتر من 5 متر بير سكند ده كريتيكال ستينوز. طب المين جريدينت وانا جايبها بعمل لها، بشوف الفيلوستي تايم انتجرال وبرسمها. ليه؟ المين جريدينت فكرته ايه؟ انه بيشوفها خلال السيستول كله، خلال الانتاير بيرو بتاع الاجكشن بيرو، يعني افريج جريدينت ديورنج ذا انتاير اجكشن بيرو. انما الثانيه كنت بتيجي على البيك وتاخد، لكن دي بتاخدها كله. لو لقيت المين جريدينت اكتر من 40 يبقى ده سيفير اورتيك ستينوز. من اقل من 20 مايل، من 20 ل 40 مودر، يبقى ما انساش اكتر من 40 و4 متر. في بيت فولز في الميجرمنت بتاعت الجريدينت، ان انا ممكن اعمل ميس الاينمنت وذ اورتيك فلو. لو ما ظبطش الدوبلر بتاعتي ممكن اعمل اندر استيميشن او اوفر استيميشن. النقطة الثانية ان انا ممكن لو عندي العيان مثلا اسوشيتد مايترا ريجيرج والمايترا ريجيرج جيت بتاعته اكسنتريك راح انتيرور، ممكن انا اجي احط الكونتينوس ويف دوبلر ابقى قاطع يجيب لي المايترا ريجيرج جيت بدل ما يجيب لي الاورتيك ستينوز جيت في الاكسنتريك جيت واركور، يبقى تعمل لي اوفر استيميشن. النقطة الثانية حتة البريشر ريكفري، ودي قصة لوحدها. ده المايترا ستينوزس، الاورتيك ستينوز والمايترا ريجيرج. شوف شكل الجيت هنا وده هنا. الاورتيك ازاي اعرف ان ده ان انا لقيت مايترال او ان انا لقيت اورت؟ شوف هنا في الفلو بتاع المايترال اللي هو الدايستوليك فلو موجود. النقطه الثانيه المايترال بيبقى الفيلوستي بتاعته عاليه، يعني هتلاقيه 6 متر واكتر. قليل قوي ما يكون الاورتا كده، وخاصه لو انا شايف الاورتا فاتح كويس. يبقى المايترال بيبقى هولو سيستوليك واخد كل السيستول، في مايترال فلو موجود والفيلوستي بتاعته اعلى. النقطه الثانيه في بيت فولز موجوده في الفلو ستيت، كل ما زاد الاستروك فوليوم كل ما كانت الجريدنت عاليه. يعني لو العين عنده اورتيك ريجيرش
هلاقي الفيلوستي بتاعتي عاليه البيج جريدينت بتاعتي اعلى. عيان عنده هايبر دايناميك سيركيوليشن هتلاقي الفيلوستي عاليه والجريدينت بتاعتي عاليه. النقطه الثانيه الحاجات اللي تقلل الفلو او تقلل الجريدينت، لو عيان عنده امبيرد ال في فانكشن هتلاقي الايجكشن فراكشن بتاعته قليله، يبقى الفالف هلاقي الجريدينت والبيج فيلوستي بتاعته قليله، ومن هنا جاء ترمات بتاعت اللو فلو لو جريدينت اورتيك ستينوز. الناس اللي عندهم سمول فينتريكولار كافيتي سواء كانوا هايبر تنشن او هاي سيستميك فاسكولار ريزيستنس برضو الناس دي بلاقي الجريدينت بتاعتهم قليله، وجا ترم منها ترم تاني للو فلو نورمال فانكشن اورتيك ستينوز، ترم تاني برضو ان انت تقول ده اورتيك ستينوز. النقطه الثانيه العينين اللي عندهم ميترال ريجيرش سيجنيفيكانت بلاقي عندهم الجريدينت قليله، يبقى الاورتيك ريجيرش الجريدينت تعلى عن الطبيعي، الميترال ريجيرش يقل عن الطبيعي. اخر حاجه في التوبكس هي الاورتيك فالف اريا، الطبيعي الاريا انها من 3 ل 4 سم، لو سيفير استنوز لو هي اقل من سنتي، لو كريتيكال استنوز لو هي اقل من 7/10. بتعتمد على حسابها على الكونتينيتي ايكويشن. الكونتينيتي ايكويشن فكرتها ان الفلو الدم اللي هو رايح للليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت هو نفس اللي معدي، هو نفس الكميه اللي هي راحه اكروس الاورتيك فالف. فبالتالي لو جيت حسبت الكروس سكشنال اريا بتاعت الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت بالفيلوستي هتساوي نفس الاورتيك فالف اريا بالفيلوستي، وبالمعادله بقدر احسب. بحتاج في الكونتينيتي ايكويشن ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ان انا احسب الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت دايامتر، والنقطه الثانيه بحتاج الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت فيلوستي بالبالسد، واحتاج الكونتينوس ويف دوبلر على الاورتيك فالف. يبقى بحتاج ثلاث حاجات عشان الكونتينيتي ايكويشن: الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت دايامتر، وده بجيبه في البارسترنال لونج اكسس، وحاجتين من الابيكال. الحاجه الاولانيه من الابيكال واحده منهم بالبالسد اللي هي الفيلوستي على الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت، والثانيه بالكونتينوس اللي هي الفيلوستي بس على الاورتيك فالف. دي اول حاجه ان انت عايز تقيس الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت كده ايدج تو ايدج، بتاخدها في البارسترنال لونج اكسس في الميدس ستول. يبقى عشان تقيس الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت يبقى بارسترنال لونج اكسس ميدس ستول. اجيبها ازاي؟ جبتها وصورتها، اقوم عامل زوم على الصوره اللي انا جايبها وابدا اقيس اتش فروم انر اتش تو ذا انر اتش، يبقى ده يديني ليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت دايامتر. طيب الموضوع مش سهل قوي، ممكن ساعات الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت ده هو ده اكتر سبب يخلي لك في مشكله في حساب الاورتيك فالف اير. ليه؟ لانك ممكن تقيس غلط، انت قيسها 2 سم ممكن تكون 1.9 1.8 تفلق لك في اريا مسافات من واحد نورمال لواحد سيفير للديزيز. يعني مثلا هنا في سيفير كالسيفيكيشن، اقيس من فين لفين؟ لازم اخرج اوف اكسس شويه بحيث ان انا اغير اتجاهي، واحاول ان انا اجيب اغير في الادجستمنت بتاع البروب بتاعي بحيث ان انا ممكن اجيب الصوره ان انا ابعد عن الاريا بتاعت الكالسيفيكيشن واخد الميجرمنت. لقيت الموضوع مش صعب يبقى لازم افكر في الترناتيف غير الكونتينيوتي ايكويشن خالص. دي بالبالسد ويف دوبلر ازاي اجيب الفيلوستي اكروس الايه الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت. انا في الابيكال 5 تشامبر هقطع فين؟ اقوم جاي بالبالسد ويف، اول حاجه اقوم واقف عند الاورتيك فالف واسحب لورا، عند الانيولس واسحب لورا. اول ما الاقي لامينر فلو زي ده كده باللي تحت يبقى ده المكان بتاع الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت فيلوستي، وهو ده اللي اخده. المفروض ان انا لا بقريب قوي ولا بعيد قوي، يعني لا بقريب قوي من الاورتيك فالف عشان ليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت فيلوستي، ولا بعيد قوي في الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت عشان افويد الاوفر استيميشن والاندر استيميشن. واعمل لها تريسنج، والثالثه يديني الايه الفي تي اي. الثالثه اللي هي الكونتينوس ويف دوبلر العادي اكروس الاورتيك فالف برضه عملت له تريسنج وعوضت في المعادله وحسب لي الكونتينيوتي ايكويشن. يبقى البيت فورس بتاعت الكونتينيوتي ايكويشن هي اهم واحده ان انا اقيس الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت صح. في حاجه ثانيه بقى انا عايز ابعد عن الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت وانا بحبها بصراحه، اللي هي الدايمنشنليس اندكس، ان انا بجيب الفيلوستي بتاعت الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت واقسمها على الفيلوستي بتاعت الاورطه وريحت دماغي وبعدت عن الدايامترز لو انا شاكك ان انا مش هقدر اجيب الدايامترز. يبقى جبت التايم فيلوستي الدايمنشنليس اندكس ده، جبت الفي تي اي اكروس الليفت فنتريكولار اوت فلو تراكت وقسمته على الفي تي اي اوفر اورتيك فالف، لو اقل من 0.25 يبقى ده على طول سيفير اورتيك ستينوز، اقل من 25% سيفير اورتيك ستينوز.
يبقى مهم قوي الحاجات دي ميمورايز، لازم افتكرها وابقى عارفها كويس قوي. ان البيك فيلوسيتي اكتر من 4 يقول لي سيفير، المين جريدينت اكتر من 40 يقول لي سيفير، الاورتيك فالف اريا اقل من سنتي يقول لي سيفير، لكن اقل من سنتي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواحد جسمه ايه؟ لو عندي واحد 150 كيلو اقل من سنتي ممكن تكون نورمال. يبقى في الحالات اللي زي دي لو عندي في الناس الاكستريم ويت لازم اعمل اندكسد اورتيك فالف اريا. لو حالات اللي زي دي يبقى لازم عشان اقول سيفير في الاندكسد اورتيك فالف اريا لازم تكون الاريا اقل من 6/10. النقطه الاخيره في الموضوع ان انا ابقى اورينتد بايه هي السيكوري بتاعت الاورتيك ستينوس. الاورتيك ستينوس ممكن يعمل لي ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، ممكن يعمل لي ليفت اترا دايلاتيشن، ممكن يعمل دايستوليك ديسفانكشن، ممكن ينتهي بهارت فيلير ودايلاتيشن. يبقى ايه اللي اكتبه في الريبورت بتاع عيان عنده اورتيك ستينوس؟ اول حاجه اكتب الايتيولوجي، ده سيفير اورتيك ستينوس روماتيك ديجنراتيف بايكاسبيد، مهم قوي احدد السيفيرتي. واذا حددت السيفيرتي وانا بكتب في الايكو ريبورت لازم اقوم كاتب الماكسيمم فيلوسيتي كام، المين جريدينت كام، الاريا كام لو حسبت الاريا. الثالث حاجه في اورتيك ريجيرج معاه ولا لا. النقطه الثانيه الاورتيك دايمنشن، هل في دايلاتيشن في الاورتا ولا لا؟ ممكن مع الترايكاسبيد فالف في اورتيك ستينوس يبقى في دايلاتيشن للاورت، ممكن يكون بايكاسبيد يكون في اورتيك انيوريزم، ممكن يكون في كواركتيش. النقطه اللي بعدها الهيمودينامكس، الليفت فنتريكولار اجكشن فراكشن، الليفت فنتريكولار ديجري بتاع الليفت فنتريكولار هايبرتروفي، الليفت اثريوم سايز، الار حتى الار في مهم لو رايح جراح هيقوم العمليه هيقوم من على الترابيزه ولا مش هيقوم. الترايكاسبيد ريجي البالمونر ارسيستوليك بريشر، لما الاقي عين عنده اورتيك ستينوس بالمونر ارسيستوليك بريشر عالي ده لونج ستاندنج بروسيس وماركت دايستوليك ديسفانكشن احطه في دماغي ان ده ممكن ده سيجنيفيكانت. والنقطه الاخيره هي الاذر فالف ديزيز، وما تنساش انك لازم تحسب الفيديو سيرفيس اريا للحالات. شكرا. شكرا دكتور ايمن، اكسلنت برزنتيشن، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني الماتيريال دي دكتور